اوكي، ازيكم يا شباب؟ احنا الفيديو ده ان شاء الله نتكلم عن الفونت ريندرينج، او ان انا ازاي ارسم تكست عندي في الجيم بتاعتي او في ايا كان. احنا كنا ايه هي قصة الفونت اصلا؟ لو انا محتاج مثلا ازود في الجيم عندي كلمة سكور وان الارقام تزيد بقى والحاجات ديت، ففي حاجة اسمها بيت ماب فونت. بيت ماب فونت ديت انا بيبقى معايا صورة متشالة عندي على في الرام. الصورة ديت فيها الحروف بتاعتي بشكل الفونت بتاعي اللي انا محتاجه او ان انا بشتغل بيه. فبالمنظر ده هي احنا هنجنريت تكتشر. تكتشر دي المفروض متشالة عندي في الجي بي يو، فيها اشكال الحروف بتاعتي. طب لما بتيجي انت بقى ترسم الحرف ده تعمل ايه؟ برسم مثلا سي كلمة سكور. كلمة سكور ديت بتبقى عبارة عن مربعات جنب بعض، كل مربع شايل حرف. فمثلا حرف الاس هنا مثلا، فبيقوم جاي هنا شايل الكلام ده. لو احنا مثلا عملنا كده بيبقى جاي ريكتانجل هنا كده شايل الحرف ده، المينيمم بتاعه وده الماكسيمم بتاعه. طيب انا بعرف ازاي اجيب الحرف ده من الصورة دي. احنا كنا اتكلمنا في الفيديوهات قبل كده عن حاجة اسمها اليو في كوردينيتس. اليو في كوردينيتس هي يو فيز او كوردينيتس للصورة نفسها. بعتبر ان الصورة ابر ليفت كورنر، ده الزيرو زيرو بتاعي، ده اليو اكس بتاعي، وده الفي اكس بتاعي. طيب اليو في كوردينيتس دي عبارة عن ايه؟ بيقول لك ان انا هنا لو انا ده زيرو فنهاية الصورة بتاعتي عبارة عن 1، ولو انا هنا زيرو نهاية الطول الصورة بتاعتي هو عبارة عن 1. فساي مثلا البوينت او الريكتانجل دوت هو واخد من 0.1 ل 0.2 مثلا من الرينج بتاع اليو، و 0.8 0.9 من الفي بتاع الاكس دوت. فلما بديله الكوردينيتس او اليو في كوردينيتس بتاعتي بالمنظر دوت بيطلع لي الجزء ده من الصورة. انا هتكلم في الفونت ريندر دوت ان شاء الله على فيديوهين. الفيديو الاولاني ان انا ازاي جنريت الاطلس، يعني ده بيتسمى ساعات ان هو الاطلس بتاعي او التكتشر اللي شايلالي الحروف بتاعتي اللي انا هرسم بيها. والفيديو التاني ان شاء الله ان انا ازاي اكتب بيها بقى تكست في الجيم بتاعتي عامة. طيب طب انت استخدمت ايه للكلام دوت، او اللي انت بتجيب الحروف دي منين اصلا؟ في حاجة اسمها فونت فايلز. الفونت فايلز ديت هي بتبقى عبارة عن .ttf فايل. دي بتبقى شايلة شكل الحروف بتاعة الفونت بتاعك. يعني لو انا عندي في الريسورسز ان انا جبت شوية فونتس اير سترايك مثلا، ده بيبقى شكل الحروف بتاعة الفونت بتاعي عاملة ازاي. لو انا كتبت حرف التي فهو هيجيب لي الشكل بتاع التي دوت. طب التي تي اف فايل ده انا هعمل بيه ايه؟ انا محتاج لودر يقرا لي التي تي اف فايل دوت ويعمله لي لود في الميموري. اخد انا التي تي اف فايل دوت او البفر اللي بيطلع لي من التي تي اف فايل دوت ارسترايز بيه صوره. يعني ايه ارسترايز بيه صوره؟ اخد كل حرف من الحروف بتاعتي، كل حرف في اللانجوج او في الكمبيوتر ماشينز او في الماشين لانجوج بيبقى ليها اسكي كود. سي مثلا الحروف بتاعتي من 32 لحد 128، فباخد كل رقم بيقوم يجيب لي بيه شكل الحرف بتاعه عامل ازاي، وابتدي اخد جزء من الصورة يرسترايز فيه شكل الحرف بتاعي. يرسترايز دي معناها ان هو يرسم شكل الحرف بتاعي، بيحوله من equation form لبيكسل form. يعني بيقول لي ان حرف الاس في البيكسل زي يبقى بالشكل ده كده، فكده دي معناها رسترايز. فبجنريت بيها تكتشر وبيطلع لي بيها انا بستخدمها بعدين. طيب ايه اللايبرري اللي انت مستخدم انها تعمل الحاجة ديت؟ احنا كنا بنستخدم قبل كده STP image عشان تلود للتكتشرز. هم عاملين الله يبارك لهم يعني STP true type، دي بتلود TTF file وبترسترايز ليك الصورة. STP image write دي انا هستخدمها هنا for debug، يعني عشان لما نجنريت التكتشر في الجي بي يو هكتبها لك عندك هنا على الديسك عشان نشوف او ندبج الشكل هيطلع عامل ازاي يعني. طيب نبتدي بروجكت جديد. ده 15 وين اديت ال 15.
هو موضوع الفونت مش صعب، بس هو محتاج تركيز شوية. فيعني احنا عشان كده انا قسمته على فيديوهين، لان انا قاسم الجزء جزء ان انا الفونت ده انا محتاج فونت او اكتر من فونت، فانا هبقى محتاج كلاس. الكلاس دوت بيكلم ال بي بيجنريت ليا فونت او بيجنريت ليا تكتشر للكلام ده كله. وكلاس تاني بحتاجه ان انا اجنريت بيه التكست اللي انا بكتبه عندي على الجيم نفسها. ف احنا كنا هنا اخر حاجة كنا وقفنا في الكوليجن تقريبا. ف خلينا نعمل كلاس جديد، open containing folder، كلاس جديد ده وهنسميه font dot h، وهنقاد واحد تاني font dot cpp dot cpp. فنيجي هنا كده نقاد font dot h font dot cpp. الفايل ده مسؤول ان هو تاني يلود ال TTF فايل ويجنريت ليا الاطلس بتاعه، عشان بس ما نحلمش ان هو بيعمل حاجات كتير يعني. فهنيجي هنا في font dot h، وكالعادة هنقول له هاش براجما once class، الكلاس ده هنسميه فونت. سي مثلا بياخد ايه، كونست كاركتر الفايل نيم مثلا. ومن ضمن الحاجات اللي سيبك بقى من برايفت ده عشان مش مهتم بالقصص دي بصراحة، فهقول له لو انا جنريت هعمل جنريشن لصورة على الجي بي يو، فانا بشيلها في unsigned int id، فده هنسميه الاطلس بتاعي او الاطلس بتاع الايمج. ايه الاطلس؟ اللي هو صورة زي دي كده بالظبط. الاطلس ده عبارة عن ليه ويدث وليه هايت و بفر اوف داتا، بفر اوف داتا للفونت نفسه اللي انا هلوده من الفايل نفسه يعني. فهنيجي نجنريت الفونت فايل. حلو اوي. طيب هنستخدم اللايبرري بتاعتنا. اللايبرري بتاعتنا احنا ما كناش ادنا ال لا ادناها، ما كده كده موجودة. هنقول له هاش include stb true type. طيب عشان استخدم stb true type محتاج ان انا اقول له هاش define stb underscore true type underscore implementation. هل انا كاتبها صح؟ implementation. الماكرو ده بي انيبل الامبلمنتيشن اللي جوه الفايل دوت. اي حاجه تبع اس تي بي يفضل ان انت تحط الانكلود بتاعها في السي بي بي فايل مش في الهيدر فايل، عشان هي بتعمل مشاكل وانوينج قوي يعني. ف انا بفضل ان انا احطها دايما في السي بي بي عشان تبقى انكابسوليتد في نفس الوقت ما تقرفنيش يعني. اول حاجه هنعملها ان الاطلس بتاعي او الويتس بتاعي مثلا هنعتبر ان انا هجنريت الصورة بتاعتي، فانا هجنريتها في 256 في 256، ما اظنش ان انا محتاج صورة اكبر من كده يعني. height 256. طيب انا معايا الويدث ومعايا الهايت، محتاج بقى الصورة نفسها. الصورة هي عبارة عن 2D array من البيكسلز، فهنسميها بيت ماب ونقول له new unsigned characters بالويتس في الهايت اللي انت عامله. هيجرى حاجة؟ والنبي ما هيجرى حاجة. طيب محتاجين بقى ايه؟ read الفايل. ف
في السي بقى العظيمة جميلة، احنا بنقول له ان الفايل انا ناسي حاجة، هاش انكلود اس تي دي اي او، لو انا هبرنت حاجة هاش انكلود اس تي دي لايب، دي فيها امبلمنتيشن سي للفايلز، فنقول له الفايل بتاعي equal null pointer. طب عايز افتح الفايل، فانا اقول له اف اوبن، هديره الريفرنس او بوينتر على الفايل، وهديله البفر او الفايل نيم، الفايل نيم، وهديله المود اللي هو هيفتح فيه. في حاجة غلط بس انا مش قادر اتخيل ايه هي بصراحة. هي فايل اندرسكور اس، فايل اندرسكور اس. بعد كده محتاج اجيت الفايل سايز، فعشان اجيب الفايل سايز اعمل ايه؟ هقول له اف سيك، اديله الفايل بتاعي اللي انت عملت له اوبن، وهتبتدي من الزيرو وهتقول له سيك تو اند، فهو كده عمل سيك. هنقول له اوتو فايل سايز ايكوال اف تل، اف تل بتريترن الفايل سايز عامه يعني ان بايتس، فترجع لي الفايل سايز بعد ما انت عملت له سيك. بعد كده نقول له unsigned char array ال TTF buffer اللي هو الفايل بتاعي بقى، انا هعمل له لود، واقول له new unsigned char of الفايل سايز. فانت كريت كده بفر بنفس السايز بتاع الفايل اللي انت عملت له. تقوم قايل له بقى ما تنساش ريويند فايل، لان انت وانت بتعمل سيك انت وصلت الاند اوف فايل، فانت محتاج ترجع الكيرسور تاني في الفيرست في اول لاين، فتنساش يعني. وتقول له ريد بقى اف ريد، اف ريد دي بتاخد التي تي اف بفر اللي انت هتلود فيه الداتا، هتبتدي من الزيرو، بتاخد زيرو، لا 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 لا، هتقول له سايز element 1، وهتيجي تقول له بعد كده الفايل سايز بتاعك لحد فين، وتدي له الفايل اللي انت هتلود منه. فانت كده عملت لود للفايل. طيب انا كده خدت الفايل من الديسك دخلته في البفر دوت، محتاج بقى ادي البفر دوت ل اس تي بي عشان تجنريت ليا تجنريت لي الاراي اوف كاركترز، او هتطلع لي بقى هتريترن لي من الفايل ده اراي اوف كاركترز. فهقول له اس تي بي تي تي اندرسكور بيك فونت بيت ماب، بديله التي تي اف بافر، وبقول له الاوفست بتاعي زيرو. البيكسل هايت دي بالمناسبه معناها ان انا الفونت سايز بتاعي، الفونت سايز هو بيعتمد على كبر الحرف نفسه، فكبر الحرف نفسه ده بالهايت. فاحنا نقول له ان السايز بتاعنا مثلا 32، السايز ده مناسب قوي يعني. البيكسلز اللي احنا هنلود فيها، فهنقول له البيت ماب بتاعتنا الويدث طبعا، الويدث بتاعنا والهايت بتاعنا، نقفل ده كده دلوقتي. و الفيرست كاركتر احنا هنبتدي من 32، هنبتدي من 32 كاسكي كود، هنروح لل 96 حرف. فخلينا نعملها هنا كومنت اسكي كود فروم 32 لحد 128، فتقريبا 96 كاركتر. ف طيب محتاجين بقى بعد ما نبيك الحروف ديت هنبيكها في ايه؟ هنبيكها في الداتا اللي انت عاملها.
بس هن كاست اس تي بي تي تي اندرسكور بيكد تشار كده. انا ناسي حاجة؟ لا ما اظنش. انت زعلان ليه؟ داتا فويد بوينتر. اها اها نسيت. هنيجي نقول له هنا داتا ايكوال نيو اس تي بي تي من النوع دوت. احنا محتاجين 96 حرف للنوع void pointer. طب هتقول لي انت عملت الحركة دي ليه؟ عشان ما اضطرش ان انا اعمل include للفايل دوت بره هنا، لان انا عملت له include فايل بره هنا دوت هيحصل مشكلة كبيرة. فانا بعمل array of void pointer وبعد كده وقصد. ف ده انا شايف ان هو اريح لي يعني بصراحة. ما اعرفش، ممكن ما يبقاش صح، ممكن يبقى صح مش عارف، بس هو انا بالنسبة لي ده اريح يعني. تمام. بيجد 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 تشور بيجد تشور. اوكي طيب، احنا كده طلعنا من التي تي اف فايل array في 96 حرف. طيب او 96 حرف محتاج بقى جنريت بيهم. generate texture on GPU. طيب نعمل ده الكلام ده ازاي؟ هنقول له هنا gl gl generate texture. طب وليه؟ ما احنا كده كده كاتبينها في texture هنا. هات لي ده بدل ما اقعد اكتب تاني. بس ما تنساش هاش include GLEW. حلو، حتة فورمات واديله هنا الاطلس اي دي معايا الويتس ومعايا الهايت. بس احنا مش هنجنريت التكتشر ديت از ار جي بي اي، يعني التكتشر بتاعتي مش هتبقى فيها كومبوننت ار وجي وبي واي. احنا هنجنريتها جي ال ريد. اعتقد ان دي حاجه جديده انا ما قلتهاش قبل كده. وانا بجنريت تكتشر، بجنريت التكتشر ديت بكذا مود. يعني انا لو بعمل جنريشن لتكتشر عندي في الجي بي يو، التكتشر ديت ممكن تبقى بتشيل تو، هي 2 دي اراي من البيكسلز، كل بيكسل فيها كومبوننت واحد اللي هو الريد، وممكن يبقى فيها ار وجي ريد وجرين، وفيها ار جي بي وفي ار جي بي اي. انت بقى اللي بتختار الموضوع بتاعك دوت. فانا عارف التكتشر اللي انا هجنريتها ديت هي عبارة عن يا زيرو يا وان، يعني حروف اماكن فيها ابيض واماكن فيها اسود. فانا مش محتاج ان انا محتاج التلاتة كومبوننتس التانيين، فهو كومبوننت واحد. بديله الداتا اللي انا عملت لها جنريشن يجنريت بيها الليلة دي. بس الداتا دي غلط، انا المفروض اديله البيت ماب. البيت ماب كده انا عملت جنريشن للتكتشر. ما تنساش وانت ماشي تفري البيت ماب ديت، لان انت خلاص اوريدي بعتها على الجي بي يو وما بتحتاجش معاك، مش محتاج ان انت تشيلها معاك في حاجه. ما تنساش برضو تفري بعد ما تعمل ريد تفري تي تي اف بافر بعد ما تعمل بيك. بعد ما تعمل بيك ما تنساش تفري ده، لان انت خلاص مش محتاجه. انت بعد ما بتستخدم التي تي بي تي تي اف بافر دوت، انت بتجنريت بيها البيت ماب، تاخد البيت ماب تروح على النكست ستيج بتجنريت بيها تكتشر. التكتشر اتعمل لها جنريشن واتمسكتها بالاي دي، فخلاص فانت بتفري ومش محتاج الداتا دي بعد كده. طيب ايه الحاجه اللي انت ممكن تحتاجها وان انت ماشي تمسحها معاك؟ التكتشر بتاعتك اللي انت عملت لها جنريشن وانت ماشي امسحها، والداتا بتاعتك وانت ماشي بتاعت الفونت امسحها. كده انا خلصت الفونت، فاحنا ممكن نجربها از تكتشر. بس احنا عشان بالمناسبة عشان نديبج ممكن نعمل كده
كده image write implementation would include stb image write، دي عشان تكتب لي الريزلت دوت في image بره، فاقول له png write تقريبا stbi write png. طب بتاخد ايه؟ بتاخد اسم الفايل اللي انت هتكتب فيه، زي مثلا نسميه اطلس، و بتاخد الويتس بتاعك اللي هو معاك والهايت اللي هو معاك، وبتاخد الكومبوننتس زي ما قلنا احنا بنستخدم الريد بس، فهتبقى 1. الداتا اللي هي بتماب بتماب الاسترايد بزيرو، الاسترايد ده اللي هو لو في اوفست مع الداتا، بس احنا مش محتاجينها يعني. اطلس دي بالمناسبة دوت بي ان جي عشان ما تنساش. وكده احنا خلصنا. نيجي هنا في جيم عن include هاش include font، هنعمل هنا unique pointer، خليها shared عشان ممكن احتاجها، فانا اقول له font، الفونت ده نسميه font تمام. ونيجي في جيم هنا نقول له font make underscore shared من النوع font، بتاخد اسم الفايل اللي احنا هنشتغل عليه. طب اسم الفايل اللي احنا هنشتغل عليه ده هو عبارة عن ايه؟ تعالى هنا نشوف في الريسورسز، نستخدم fonts air strike، فناخد ده كده resources fonts air strike dot ttf. هل انا كاتبها صح؟ اوكي تمام. كده انا عملت لها لود، فهتيجي هنا تخش في الكونستراكتور تجنريت ليا، وبعد كده تكتب تمام. نرن الكود. الكود رن عادي ما فيهوش اي مشاكل. خلينا نشوف احنا لما بنجنريت او اوت دي هتطلع في السوليوشن بتاعها. فاطلس اهي، ادي الحروف بتاعتي طلعت بالسايز 32. ده الاطلس بتاعي اللي انا هجنريت بيه وهستخدمه ان انا اكتب كلمة سكور او هكتب اي كلام عندي في الجيم بتاعتي. تقدر تستخدم اللايبرري دي عشان مثلا تعمل فونت ريندرر، ممكن تعمل جي يو اي عامة. احنا لو احنا عندنا الجي يو اي بتاع اي برنامج، سي مثلا اليو اي بتاع البرنامج دوت، هو بيبقى كاتب لك كلام، هو بالمناسبة بيبقى عامل كده، بيبقى شايل جوه هنا في الميموري بتاعت البرنامج الفونت ريندرر بتاعه، بيبقى شايل الاطلس اللي هو شكل الحروف ده كده، وبالتالي يكتب لك الكلام ده، يرسم لك بوكس ويكتب فيه جواه الكلام. ده ممكن يتعمل يعني، انت ممكن في لايبرز كتير بتعمل القصة دي، حاجة زي ام جي او اي ممكن نستخدمها في يوم من الايام. المهم احنا كده قدرنا نجنريت الاطلس بتاعنا. الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي نستخدم بقى الاطلس دوت في ان احنا نجنريت او نكتب تكست عندنا في الجيم بتاعتنا. انا كده خلصت، واشوفكم الفيديو الجاي.